السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اعزائي اسره قناه اتعلم انجلش اونلاين، اعزائي طلبه وطالبات الصف الثالث الاعدادي. اهلا بكم مع حلقه جديده من ركن المناهج التعليميه مع مس صابرين واتعلم انجلش اونلاين. والنهارده معانا بارت 2 من يونت 5. النهارده ان شاء الله هنخلص خالص يونت 5، هناخد باقي الريدنج اللي فاضل وهناخد كمان الجزء اللي فاضل من الجرامر. يلا بقى ندخل في الدرس. درس النهارده بيتكلم عن the difference between the past simple and present perfect، يعني الفرق بين زمن ال past simple الماضي البسيط وزمن ال present perfect المضارع التاني. ايه الفرق بينهم؟ نمبر 1، ال past simple الماضي البسيط بيعبر عن ايه؟ اول حاجه هنتكلم عن الاستخدام. الماضي البسيط بنستخدمه لما نيجي نتكلم عن فعل بدأ في الماضي وكمان انتهى خلاص، يعني الفعل بدأ وانتهى في الماضي خلاص وخلصنا منه. ده نمبر 1. طيب زي ايه؟ لو هقول كده I moved to Cairo last year. الباست سمبل طبعا احنا عارفين ان هو بيبقى الفورب اخره اي دي، وفي الافعال الشاذة طبعا بنبقى حافظينها. قلت I moved to Cairo last year، حددت امتى بالظبط؟ قلت last year السنة اللي فاتت، حددت وقت بالظبط. وفي الباست سمبل دايما بحط كلمة بتحدد الوقت اللي حصل فيه الفعل، بيركز على وقت حدوث الفعل على عكس البريزنت بيرفكت. يبقى الباست سمبل الفرق بينه وبين البريزنت سمبل، نمبر 1 الباست سمبل بيعبر عن فعل بدأ وانتهى في الماضي. نمبر 2 كمان بيركز على الوقت اللي حصل فيه الفعل، يعني هنا قال انا انتقلت للقاهرة السنة اللي فاتت، ركز على الوقت اللي انا انتقلت فيه الى القاهرة. ده كده بالنسبة للباست سمبل. طب البريزنت بيرفكت، البريزنت بيرفكت ليه 3 استخدامات كنا اتكلمنا عنهم في بارت 1 من يونت 4 لما جينا نشرحه. اول استخدام بتكلم عن فعل بدأ في الماضي ولكنه مستمر في الوقت الحاضر، لكن الباست سمبل الفعل بدأ وانتهى خلاص. اما البريزنت بيرفكت لا، ده بدأ بس ما انتهاش، لسه مستمر في الوقت الحاضر. يعني لما اقول I have moved to Cairo، أنا انتقلت للقاهرة، ده معناه إني أنا انتقلت في الماضي للقاهرة وما زلت أعيش فيها حتى الآن. الفعل بدأ في الماضي ولسه مستمر حتى الآن. ده كده أول استخدام. الاستخدام التاني فعل بدأ في الماضي وانتهى من فترة قصيرة، يعني برضو لسه واخد فكرة الربط بين الماضي والمضارع لأنه يا دوبك لسه منتهي. لما أجي أقول مثلا I have already finished my work، I have already finished work يعني أنا بالفعل لسه مخلصة شغلي، أنا بالفعل أنهيت شغلي، يعني لسه يا دوبك من فترة قصيرة، من دقايق، من ربع ساعة، نص ساعة، لسه مخلصة. بدأت في الماضي شغلي وخلصته منذ فترة قصيرة. نمبر 3 الفعل بدأ في الماضي وانتهى في الماضي ولكنه تارك أثر حتى الآن، بيأثر في الوقت الحاضر. يعني لما أقول كده I have broken my leg، رجلي اتكسرت، أنا كسرت رجلي وأنا بلعب كورة مثلا، فبالتالي الرجل خلاص اتكسرت في الماضي ولكنها مؤثرة على الحركة دلوقتي إن هي متجبسة وأنا مش بقدر أتحرك دلوقتي، فبالتالي هو الفعل بدأ وانتهى في الماضي اللي هو كسر الرجل ولكنه تارك أثر في الوقت الحاضر إن هو بيعوق الحركة. يبقى إيه هي ال3 استخدامات بتوع البريزنت بيرفكت؟ نمبر 1 فعل بدأ في الماضي ولسه مستمر حتى الآن. نمبر 2 فعل بدأ في الماضي وانتهى لسه يا دوبك من فترة قصيرة. نمبر 3 فعل بدأ وانتهى في الماضي ولكنه تارك أثر في الوقت الحاضر. يعني رابطين بين الماضي والبريزنت المضارع. أما الباست سمبل لا، ده بدأ وانتهى خلاص وخلصنا منه. ده كده أول ديفرنس أو أول اختلاف. نمبر 2 قلنا الباست سمبل بيركز على الوقت، يعني يقول yesterday امبارح، last اللي فات، last year بقى السنة اللي فاتت، last week الأسبوع اللي فات، وهكذا. يقول ago 2 hours ago من ساعتين، يركز على الوقت. ولكن البريزنت بيرفكت ما بيركزش على الوقت، يعني احنا لو قرينا ال3 جمل دول مع بعض مش هنلاقيه ذاكر وقت أصلا، مش مركز قوي على الوقت، يعني مش بيهتم بالوقت، هو بيهتم بإنجاز الفعل نفسه، إن الفعل ده بالفعل حصل بغض النظر حصل إمتى، مش بيركز على الوقت. يعني هنا بيقول I have moved to Cairo، أنا انتقلت للقاهرة. من الجملة مادام لقيت present perfect مش محتاجة أحط وقت، أنا هنا هفهم إن ده بدأ في الماضي وما زال مستمر في الوقت الحاضر. I have already finished my work، أنا بالفعل أنهيت شغلي. ما قالش أنا أنهيته من 10 دقايق، أنا أنهيته الساعة كذا بالظبط، لأ قال بالفعل أنهيته. هنا I have broken my leg، كسرت رجلي وانا بلعب، ما قالش امتى، ما ركزتش على الوقت. احيانا بنحط سنس وفور، بس هو مش بيهتم بالتركيز على الوقت، هو اهم حاجه ان هو بيركز. طبعا سنس وفور بيجي وبعدها وقت، ولكن اللي انا اقصده ان هو مش بيهتم قوي بذكر الوقت، يعني الوقت ما بيذكروش يمكن في حاله غير في حاله سنس وفور، لكن باقي الكلمات لو نركز مش بيركز على الوقت اصلا. هو اهم حاجه في البريزنت بيرفكت انجاز الفعل نفسه، بيهتم بالانجاز الفعل نفسه. اما الباست سمبل لا، الباست سمبل بيهتم بالوقت. لو تلاحظوا ان اي جمله في الباست سمبل دايما بيحط فيها وقت، يقول يسترداي امبارح، لاست ويك الاسبوع اللي فات، تو دايز اجو من يومين، وهكذا. لازم يركز على الوقت. يبقى ده كده الاختلاف بين الاثنين. نقول بقى بسرعه كده، نلخصه بسرعه: ماضي بسيط، فعل بدا وانتهى خلاص في الماضي. طب مضارع تام؟ لا، الفعل بدا في الماضي بس ما انتهاش، لسه مستمر في الوقت الحاضر، او لسه منتهي يا دوبك من فتره قصيره، او بدا وانتهى في الماضي لكن تارك لسه اثر في الوقت الحاضر. ده كده بالنسبه للاستخدام. نمبر 2 بالنسبه للوقت، الماضي البسيط بيركز على الوقت، دايما بيذكر وقت. اما المضارع التام ما بيهتمش بذكر الوقت، بيهتم بذكر الفعل بس، انجاز الفعل ولكن ليس ذكر الوقت بس. خلاص ده الفرق بين الزمنين اللي عندي، الباست سمبل والبريزنت بيرفكت. تعالوا بقى ناخد كام سؤال على البورد هنا في التو تنسز الزمنين، ونشوف كده هنعرف نفرق بينهم في الحل، وهنعرف نحل عليهم ولا لا. تعالوا بقى نشوف هيجوا في الاسئله ازاي. نمبر 1، he sent has sent send the email 3 days ago. هختار ايه؟ انا عندي هنا ايه؟ 3 days ago. حدد وقت في الماضي. اولا ago دي كلمه داله على زمن الباست سمبل، الماضي البسيط، وبعدين هو قال 3 days ago، حدد وقت من 3 ايام، اهتم بتحديد الوقت، وبعدين ago دل على الماضي، يعني الفعل بدأ وانتهى بالفعل. يبقى هنا هنختار past simple، ماضي بسيط. sent. number 2، she wore has worn wearing that skirt many times. هي لبست الجيبة دي مرات عديدة. هنا ذكر كلمة دل على الماضي؟ لا. ذكر وقت في الماضي؟ لا، ما اهتمش بذكر الوقت، هو اهتم بالفعل نفسه. يبقى في الحاله دي ما ينفعش استخدم ماضي، وطبعا الاي ان جي مش هينفع. يبقى هنا هستخدم البريزنت بيرفكت، لان هو هنا ما ركزش على وقت محدد، ركز على انجاز الفعل نفسه. عندي بعد كده كوريكت، last year I traveled to Cairo. last ماضي بسيط، last year السنه اللي فاتت. يبقى هنا ركز على الوقت، وبعدين لاست دي كلمه داله على الماضي، يعني الفعل بدا وانتهى في الماضي. يبقى بالتالي هحط الفيرب هنا في زمن الباست سمبل، يبقى travel هنحط لها اي دي فهتبقى traveled. طيب تعالوا نشوف نمبر 2 بعد كده في الكوريكت، نهى work since she left school. نهى اشتغلت منذ تركت المدرسه. يبقى هنا عندي since دي بتدل على زمن الايه؟ البريزنت بيرفكت. يبقى هنا الفعل لازم يكون فين؟ في البريزنت بيرفكت. يبقى work هتبقى has، عشان نوها she has worked. وقاعدة since بتقول ايه؟ الفعل اللي قبل since عادي present perfect، وبعد since past simple tense. عندي left اهي في الpast simple. بس هما بيجوا في الاسئله بالشكل ده كده. يبقى خلصنا كل الجرامر بتاع Unit 5. ناقص ايه بقى؟ ناقص باقي الريدنج. يلا بقى ننتقل لشاشه الكمبيوتر وناخد باقي دروس الريدنج عشان يبقى خلصنا اليونت. ودي بقى كلمات lessons 3 و 4. نمبر 1 lesson 3 airport. airport يعني مطار. already بالفعل. amazing رائع أو مذهل. biography يعني سيرة ذاتية. create يعني ينشئ أو يبدع أو يبتكر. creative يعني مبدع أو مبتكر. dream يعني يحلم، وممكن تيجي as a noun بمعنى حلم. musical يعني موسيقي، و instrument يعني آلة. musical instrument يعني آلة موسيقية. nervous يعني عصبي أو متوتر. poem يعني قصيدة. short form يعني شكل مختصر. yet يعني بعد أو حتى الآن. دي short form of some words ده الشكل المختصر لبعض الكلمات. application الاختصار بتاعه app. mathematics الاختصار بتاعها math. television اختصارها TV. photographs اختصارها photos. airplane اختصارها plane. نيجي بقى على كلمات listen for. bubble يعني فقاعة. cleaner عامل نظافة. coronavirus اللي هو فيروس كورونا. finals النهائيات. handball يعني كرة اليد. health center يعني مركز صحي. hold يحتوي أو يستوعب. medal يعني ميدالية. medical team فريق طبي. ministry يعني وزارة. olympics يعني دورة الألعاب الأولمبية. organizers يعني المنظمون. pandemic اللي هي جانحة أو وباء. quarter finals الدور ربع النهائي. spectators يعني متفرجين. success يعني نجاح. tournament يعني بطولة. youth يعني شباب. كده خلصت كلمات lesson 3 و 4. تعالوا نشوف الريدنج. هنا عندي الريدنج بتاع lesson 3، هي عبارة عن biography لواحدة اسمها جودي كاتباها لصديقتها آية. هنا بيقول لي read Judy's biography of her friend آية. بيقول لي اقرأ السيرة الذاتية بتاعت جودي لصاحبتها آية. فهي هنا دي عبارة عن سيرة ذاتية جودي كاتباها بتتكلم عن آية زميلتها أو صاحبتها. فبتقول My friend آية has always loved writing stories. فهنا آية صديقتها دايما بتحب تكتب stories قصص and poems وقصائد شعر. When she was 6 لما كان عندها 6 سنين she won a prize فازت بجائزة for a poem she wrote لقصيدة شعر هي كتبتها. She has already written a book of stories. هي بالفعل كتبت كتاب عن القصص. Now she's writing her second book. دلوقتي بتكتب كتابها التاني. But she hasn't finished it yet. لكن لسه ما انهتوش بعد. She really likes to be creative. هي حقا بتحب ان هي تكون مبدعة. She has played the guitar. هي بتعزف جيتار for 3 years now. من 3 سنين لغاية دلوقتي. She's played in 2 concerts. هي عزفت في حفلتين موسيقيتين. Already بالفعل. She felt very nervous. هي كانت بتشعر ان هي متوترة جدا. But she was amazing. لكنها كانت رائعة. آية would like to volunteer. آية حابة ان هي تكون متطوعة. to teach writing عشان تعلم الكتابة and music والموسيقى to children one day للأطفال في يوم من الأيام. Her other dream حلمها الآخر is to create an app إن هي تخترع app تطبيق to help children learn عشان تساعد الأطفال إن هم يتعلموا. She hasn't been to another country yet. هي لسه ما ذهبتش لأي بلد أخرى حتى الآن، يعني ما سافرتش أي بلد برا مصر. But there are lots she wants to visit. لكن في بلاد كتير هي حابة تزورها. Maybe we can go traveling together. ربما نستطيع أن نسافر سويا. هنا بقى reading text بتاع lesson 4 عنوانه in the bubble يعني بداخل الفقاعة أو جوه الفقاعة. Today the 2021 World Men's Handball Championship. النهاردة بطولة كرة اليد العالمية للرجال لسنة 2021 in Egypt finished في مصر انتهت. It has been the biggest handball tournament ever. وهي كانت أكبر دورة لكرة اليد. The Egyptian team did an excellent job. الفريق المصري قام بأداء ممتاز and reaches the quarter finals ووصل للدور ربع النهائي. There were over 600 competitors. كان في أكتر من 600 متنافس. From 32 countries من حوالي 32 دولة. They have played over 100 games. لعبوا حوالي أكتر من 100 لعبة. And scored more than 5,500 goals. وأحرزوا أكتر من 5,500 هدف. All of this was during the coronavirus pandemic. كل ده كان أثناء وباء كورونا فيروس. Many people said. ناس كتير قالت it wasn't possible. إن ده مستحيل. مش ممكن. But the contest in Egypt ولكن المنافسة في مصر has been fantastic. كانت fantastic رائعة. The medical team have worked for months. الفريق الطبي كان يعمل لمدة شهور to make the tournament safe عشان يخلي البطولة آمنة أو دورة الألعاب دي آمنة. Firstly أولا there haven't been any spectators. ما كانش فيه أي مشاهدين. Also أيضا the players and staff اللاعبين وستاف العمل have had tests عملوا اختبارات for coronavirus every 48 hours لفيروس كورونا كل 48 ساعة يعني كانوا بيعملوا اختبارات لفيروس كورونا أو tests عشان يتأكدوا إن هم سلام يعني players and people working at the tournament اللاعبين والناس اللي كانوا بيشتغلوا في البطولة دي أو كانوا بيعملوا في البطولة دي have used four hotels استخدموا 4 فنادق and stayed inside this bubble وأقاموا بداخل هذه الفقاعة هم يقصدوا طبعا هنا فقاعة طبية يعني these hotels all have a health center كل الأوتيلات دي كان فيها مركز صحي and every team has had a doctor وكل فريق كان ليه طبيب to work with them عشان كان بيعمل معاهم lots of cleaners have worked day and night العديد من عمال النظافة كانوا بيشتغلوا ليل ونهار to clean the stadiums عشان ينظفوا الاستاد and the hotels والهوتيلات and make them safe ويخلوهم آمنين the medical team الفريق الطبي were from the Ministry of Health كان من وزارة الصحة and the Ministry of Youth and Sports وكمان كان من وزارة الشباب والرياضة they have done such an incredible job هم عملوا شغلانة incredible لا تصدق that the organizers of the 2021 Olympics in Japan have asked them for their advice لدرجة ان المنظمين اللي هم بتوع البطولة الأولمبية دي بتاعت 2021 اللي في اليابان asked them سألوهم أو استفسروا منهم for their advice أو طلبوا منهم النصيحة عشان يطبقوا التجربة بتاعتهم دي هناك What an amazing achievement يا له من إنجاز رائع أو مذهل كده خلصنا lesson 3 و 4 والكلمات بتاعتهم مع الريدنج تعالوا بقى نشوف 5 و 6 lesson 5 broken يعني مكسور news يعني أخبار perform يعني يؤدي repair يعني يصلح result يعني نتيجة well done أحسنت دي كلمات lesson 5 نيجي بقى على lesson 6 aged يعني يبلغ من العمر athlete لاعب رياضي connect يعني يربط أو يوصل culture يعني ثقافة driving test يعني اختبار للقيادة engineering الهندسة environment البيئة international دولي أو عالمي natural يعني طبيعي recycle يعني يعيد تدوير recycled water يعني المية المعاد تدويرها scholarship يعني منحة دراسية scientist عالم swimmer سباح technology teenager يعني مراهق used water المية المستخدمة من قبل water pollution تلوث الماء وكده يبقى خلصنا كلمات lessons 5 و 6 تعالوا نشوف الريدنج هنا موجود في lesson 6 وبيقول لي هنا put these sentences حط الجمل دي from a biography about ندى زاهر من السيرة الذاتية بتاعت ندى زاهر in the correct order في الترتيب الصحيح ليها هو هنا بيتكلم عن واحدة اسمها ندى زاهر السيرة الذاتية بتاعتها وبيقول لي رتبهم في الترتيب الصحيح number 1 هنا ندى زاهر was born in Alexandria, Egypt. ندى زاهر اتولدت في اسكندرية في مصر. As a child she played a lot of tennis. كطفلة لعبت تنس كتير. When she was a teenager, لما كانت مراهقة, she found out, اكتشفت that she had a sports scholarship, إن هي عندها منحة دراسية للرياضة to go to Columbia University in the USA, عشان تروح تدرسها هناك. أو السكولرشيب دي كانت موجودة في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية. Then she went to the USA to study and play tennis. بعد كده ذهبت للولايات المتحدة الأمريكية عشان تدرس وتلعب تنس. After university, بعد الجامعة, she returned to Egypt, رجعت مصر, and decided to help more international athletes, وقررت إن هي تساعد لاعبين أو رياضيين عالميين أكتر to study in other countries, عشان يدرسوا في البلاد الأخرى. Now she helps students from Egypt. دلوقتي هي بتساعد الطلبة من مصر and other countries والبلاد الأخرى to follow their dreams, عشان يتبعوا أحلامهم. طبعا هنا يقصدوا إن هي يحققوا أحلامهم يعني. So she started a company to connect athletes. عشان كده بدأت شركة to connect athletes, عشان تربط اللاعبين دول أو توصل الرياضيين دول with universities in the USA, للجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية, and help them to find scholarships, وتساعدهم كمان عشان يجدوا أو يحصلوا على منح تعليمية. دي كانت كده البيوغرافي بتاعت ندى أو السيرة الذاتية بتاعتها. وبكده يبقى خلصنا يونت 5، وإن شاء الله في خلال الأسبوع ده هنخلص يونت 6 إن شاء الله. هنزلها لكم على فيديوهين، هنخلصها إن شاء الله في خلال الأسبوع ده، ربنا ييسر إن شاء الله، عشان بعد كده نبدأ نحل امتحانات. وهناخد كمان بعد ما نخلص يونت 6 هنزل لكم إزاي نكتب سيرة ذاتية أو قصة قصيرة أو ريفيو، عشان نعرف نكتب الباراجراف بتاع الامتحان بالمواصفات الجديدة إن شاء الله.